مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. وصلنا إلى Unit 5 Lesson 3، الوحدة الخامسة من الدرس الثالث. A. Read the article about the sports minister's visit. Complete the reporter's notes. أقرأ المقالة، article بمعنى المقالة، أوكي، بشأن زيارة وزير الرياضات. أكمل ملاحظات الصحفي. قام من التمرين. Minister arrived at، الوزير اوكي شو وقت وصل؟ arrived بمعنى وصل، at 10 o'clock عند الساعة العاشرة. Minister opened the sports city، الوزير فتح اوكي المدينة الرياضات او الرياضة، at 11 a.m. يعني ساعة شو وقت؟ بالحادي عشر صباحا. Cost of new sports city، بمعنى تكلفة المدينة الرياضية الجديدة هي 1 بليون إيراكي دينارز، إذا هي بليون أوكي دينار عراقي. ننتقل إلى B. Answer these questions about سلمى، أجب عن الأسئلة بشأن سلمى البياتي and John Smith. Use short answers، إذا أجب عن الأسئلة بشأن سلمى البياتي وجون سميث، و use short answers، استخدم إجابات قصيرة. Number one، what was سلمى doing at the start of the story؟ ماذا كانت سلمى تفعل at the start يعني بداية القصة؟ She was playing with ball، كانت تلعب ب with a ball مع الكرة. بس ملاحظة، ضعوا لي A قبل البول، أوكي. Number two، what did the dog do first؟ ماذا فعله أوكي الكلب في البداية؟ The dog ran up to، طبعا هنا to أوكي هاي خطأ مطبعي، to إسراء and her daughter. الكلب شبي ركض باتجاه إسراء و her daughter وابنتها. 3. What was John doing at the start of the story؟ ماذا جون ماذا فعله؟ أوكي في بداية القصة. He was playing football، هو كان يلعب كرة القدم. إذن هو بداية القصة كان شي يسوي؟ يلعب كرة القدم. Number 4. What did John do؟ ماذا فعل جون؟ He kicked the ball at the dog، هو سوى ركل الكرة على الدوغ، على الكلب، ركلها باتجاه الكلب يعني ضرب الكلب بها. وصلنا إلى C. Check this information in the advertisement، تحقق من المعلومات في الإعلانات. أوكي. طبعا هذا التمرين سي، خلينا نروح ننتقل إلى كتاب الطالب حتى أذكركم به. هذا أمامكم أوكي، هنا عندنا ثلاث إعلانات، كل إعلان بمعلومات أوكي، يريد من عندي اسم المكان اللي يتطابق مع الإعلان أوكي، لذلك إحنا لازم نكون قارين أوكي. هاي الصفحة، هاي ثلاث نقاط أو ثلاث صور أمامكم حتى نعرف شلون نحل التمرين. خلنا نروح نحل التمرين. Write C. Cedars HS حسان and son. طبعا هنا سيدرز هو اسم مطعم اوكي لبناني، حسان and son هو اسم مكان يبيع كاربد او سجاد. سيتي كلاسيك تيبلز اوكي هي طاولات كلاسيكية اوكي. beside each sentence يعني ضع اوكي اما سي او اتش سي او سيتي اوكي مقابل هذه الكلمات الستة اوكي. مثلا lunch cost، الغداء يكلف 10,000 إيراكي دينار، الغداء يكلف 10,000 دينار عراقي. وين؟ بسيدرز، بالمحل اسمه سيدرز اوكي. زين. Number two، it isn't open on Fridays، لا يفتح المحل في أيام الجمعة. هو حسان أنسان، إذا أنا حطيت HC
It closes at 8 p.m. يغلق ساعة 8 مساء on Tuesdays when شو وقت بالثلاثاء. إذا هو classic tables حطيت له CT. For it is not in the المنصور mall. هو ليس في مول المنصور. Okay. C cedars. 5 طبعا انا مثل ما قلت لكم شلون اخلي التعابير اوكي لازم نروح نقرا ونقرا تفاصيله للاعلان حتى اعرف هذا بخصوص شنو اوكي اعلان 5 it is in Yaffa street هو في شارع يافا سي اوكي اللي هو سيدرز 6 it is not open every day هو ليس مفتوح كل يوم اوكي ما مفتوح المكان كل يوميه هسان اند سان اوكي اذا هذا كان كل ما يخص صفحه 62 62 ننتقل الى 63 صفحه 63 اذا 63 صفحه 63 دي choose the correct form of the word in practice past simple or past continuous for each sentence Choose the correct form يعني اختار الشكل الصحيح من الكلمات الموجودة بين الأقواس يعني عندنا هنا كلمات طبعا هي أفعال أوكي موجودة بين الأقواس يريد من عندي أحطها أما بالماضي البسيط أو بالماضي المستمر خلينا نبدأ نقرأ ونشرح The president of France رئيس فرنسا was reading his emails كان يقرأ اوكي ايميلات هو البريد اوكي البريد الالكتروني when he got the invitation to visit Iraq عندما حصل على invitation دعوة to visit لزيارة العراق انا ليش هنا حطيت was reading وهنا حطيت got لان عندي when when تربط بين جملتين اوكي اللي قبلها يكون ماضي مستمر was aware زائد فعل بي اي ان جي بعدها يكون عندي ماضي بسيط اوكي الجيت ماضيها got لان هو فعل غير قياسي يعني فعل شاذ he accepted the invitation هو قبل الدعوة يعني وافق على الدعوة and looked forward to the visit بمعنى هو okay, تطلع to the visit إلى هذه الزيارة the present ها شوفوا هنا أنا تكلمت بالماضي البسيط accepted okay, لأنه أنا عندي حدث خلص انتهى يعني راح وانتهى صار بالماضي راح وانتهى اوكي هو قبل الدعوة اوكي وطلع الى الزيارة زين حتسألون ست لعد الماضي المستمر شلون استخدمه الماضي المستمر لما اريد احكي عن تفاصيل حدثت بالماضي اوكي زين هسه راح تشوفون شلون نستخدمها لما ابدي احكي عن تفاصيل معينة The president came to Iraq on Tuesday الرئيس جاء إلى العراق في يوم Tuesday الثلاثاء. He arrived early in the morning ووصل مبكرا في الصباح. He went شوفوا الجو صار ماضيها went to الشعب stadium ذهب إلى ملعب الشعب. The Prime Minister, رئيس الوزراء, gave the President lunch. Okay, gave هو الماضي مال give. Okay, يعني أعطى. Okay, the President lunch. يعني أعطى كأنه وجبة غداء أو عزمه على وجبة غداء. After that, they were watching a football match. بعد ذلك شوفوا هنا إذا أحكي عن تفصيل أوكي يعني هو وصل أوكي تغدى شافوا أوكي watching شاهدوا football match football match يعني مباراة لكرة القدم when the present شوفوا هم رجعنا حكينا عن الوين أوكي ما قبل وين
شنو هو ماضي مستمر وما بعد وين ماضي بسيط. The president got an important phone call. الرئيس okay got an important phone call يعني جاء اتصال مهم. okay phone call هو اتصال بالتليفون. important an important يعني جدا مهم. after the match بعد المباراة he left شوف الماضي مال leave left and went وذهب to the airport الى المطار. كل اللي سويته اوكي انه اني حولت الافعال الى الماضي البسيط. عدا الجمل اللي تاتي قبل وين، شوف هنا عندي وين، هنا عندي وين، فالجمل اللي قبلها شلون تكون؟ اوكي تكون ماضي مستمر. زين ليش وين تكون الجمل اللي قبلها ماضي مستمر؟ شوفوا هنا هو كان يقرا اوكي يعني كان مستمر بالقرايه عندما اوكي اجته اوكي دعوه لزياره العراق. يعني اكو حدث اوكي دا يصير في نص حدث اخر، يعني هو كان يقرا لما اجته الرساله، هو كان نايم لما دق الجرس. اوكي اذا اكو شيء مستمر وبعدين يجي قطعه بشيء اخر واجى فعل اوكي قطع هذا الحدث. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. ننتقل الى اي. اي ايضا هنا هذا التمرين قواعد، طبعا التمرين اللي بالاعلى ايضا قواعد. اوكي زين choose the correct form of the verbs، اختار الشكل الصحيح للافعال. number one what was سلمى doing before dog ran at her، ماذا فعلت سلمى قبل ان the dog يعني قبل ان يركض الكلب اوكي باتجاهها. زين هنا انا استخدمت doing، ما استخدمت do. حتسألون ليش استخدمتي doing؟ شوفوا اذا شفتوا الجملة was، was فعل مساعد، ما يصير اجيب do وراها ما بي اي شيء، دائما ال was او ال were اوكي اذا اجى وراها فعل فاما يكون ب ing او يكون ب ed. طبعا انتم ال ed هذا في حاله ال passive voice المبني للمجهول. اوكي فمو حديثنا المبني للمجهول. اوكي احنا حديثنا الماضي المستمر، was ماضي واجى وراها ب ing يعني مستمر، لان هنا زمن الجمله ماضي مستمر. Number two, she was playing in the park. كانت تلعب وين في البارك في المتنزه. إذا was playing. Three, John saw the dog and سلمى. John رأى الكلب وسلمى. John acted quickly and saved سلمى. John تصرف اوكي بسرعه وانقذ سلمى. 5 many people were waiting when the minister arrived at 10 a.m. الكثير من الناس كانوا ينتظرون عندما، شوف هنا أنا وين اللي قبل وين لازم يكون عندي ماضي مستمر was or were زائد فعل ب ing. اوكي لذلك انا اختاريت were waiting. إذا كثير من الناس كانوا ينتظرون عندما الوزير وصل في الساعة 10 صباحا. He spoke هو تحدث to the public before leaving at 2 p.m. هو تحدث اوكي إلى العامة قبل الذهاب عند الساعة 2 ظهرا. إذا هذا هو حل التمرين اللي بصفحة 63. ننتقل إلى 64 إلى صفحة 64 lesson 4 الدرس الرابع. Here are the sections from an English newspaper. بمعنى هذا أوكي أو هذه أقسام من English newspaper يعني مجلة اللغة الإنجليزية. Match each section with the contents. صل كل قسم مع المحتوى.
يعني مثلا هوم نيوز اخبار، اوكي الهوم يعني اخبار البلد او اخبار المدينه، اوكي حطيناها مع جي. نيوز from your own country، اذا هي اخبار من، اوكي من country يعني البلد مالتك، اوكي اسمها هوم نيوز. زين نمبر 2 international news، اوكي اخبار دوليه، اوكي ربطناها ويا اي. انا كل اللي لازم اعرفه بهذا التمرين هو معاني، اوكي حتى اعرف اربط السكشنز اوكي مع الكونتنتس، الاقسام مع المحتوى. اذا خلينا نربطها ويا اي. news from other countries اخبار من دول اخرى. 3 arts بمعنى الفنون ربطناها مع جي. news about art plays paintings اخبار بشان الفن، plays يعني المسرحيات، اوكي و paintings يعني هو اما يجي التلوين paintings او يجي اللوحات او المرسومات، اوكي زين. 4 sport رياضه ويا h news about football اخبار بشان football كره القدم وتنس التنس نفسه. 5 business f news about companies اخبار عن الشركات money الى اخره واخبار عن النقود. 6 fashion عن الموضه e news about clothes اخبار عن الملابس. 7 leisure هو وقت الراحه، okay things to do in your spare time اشياء تفعلها في وقت الفراغ. 8 home and garden home and garden home بمعنى بيت وgarden حديقة، لكن طبعا هي هاي فقط مجرد عناوين، اوكي زين راح نربطها ويا سي. information about furniture معلومات عن الاثاث flowers، اوكي عن الاثاث والورود. 9 advertisements اعلانات A advertisement for jobs اعلانات، اوكي لجوبس اعمال. things اشياء for sale things for sale يعني اشياء للبيع. 10 television اوكي نربطها ويا K programs this evening البرامج، اوكي هذا المساء. 11 letters رسائل، اوكي ربطناها مع دي. articles sent to the paper from readers مقالات ترسل الى الصحيفه من القراء. 12 opinion هو الراي ربطناها مع ال. the ideas الافكار of the editor للمحررين او المحرر. about recent news item اذا هي افكار المحرر عن الاخبار، اوكي اللي حصلت مؤخرا. 13 cartoons هو كرتون، اوكي نفسه. b funny pictures صور مضحكه. إذا هذا هو جواب، أوكي تمرين A. كل اللي عليكم إنه تعرفون معاني الكلمات حتى تعرفون تربطون، أوكي الأقسام مع المحتوى. ننتقل إلى B. There are three spellings and punctuation errors. هناك ثلاثة أخطاء، أوكي عندنا بالإملاء وبالتنقيط. In each sentence في كل جملة بها ثلاث أخطاء، أما تنقيط أو إملاء. Underline and correct them حط خط جواها، ضع خط تحتها و correct them وصححها.
التمرين امامكم وحل التمرين ايضا امامكم. اوكي انا كتبت الحل باللون الاحمر حتى يكون واضح عندكم. اوكي الحل نمبر 1 oil prices have been falling steadily for the last 6 months. اوكي النفط اسعار النفط اوكي شوفوا هنا انا كانت مكتوبة بشكل خاطئ has been تكتب بهذا الطريقة يعني اسعار النفط انخفضت اوكي بشكل ملحوظ اوكي for the last 6 months بالاشهر اوكي الستة الاخيرة اذا شوفوا month عندنا خطأ هنا أنا has been اوكي اسعار النفط has وليس have اوكي has been وتكملت الجملة و been تكتب بهذا الطريقة Number two, there are many new and exciting shops in the Al Mansour Mall. هناك الكثير من المحلات الجديدة والمثيرة في مول المنصور. طبعا there, okay صححناها. Exciting, see. اوكي واخر شيء هي جمله افيرماتيف مثبته اوكي يعني مو استفهاميه شفنا انا حاط علامه استفهام هي خطا هي مو جمله استفهاميه جمله اعتياديه 3 how many cars of rainforest are destroyed every day how many بمعنى كم عدد السيارات اوكي rainforest هي الغابات المطرية كم عدد سيارات الغابات المطرية اللي destroyed يعني تتحطم اوكي every day كل يومية شوفوا هنا خطأ بالإملاء cars rainforest وهنا عندي علامة الاستفهام اوكي لان هنا عندي شنو عندي سؤال how many فأكيد بنهاية الجملة اكو علامة استفهام Number 4 My new favorite TV show is on today at 6 o'clock 6 o'clock اوكي شوف الاكلوك تكتب بهذا الطريقة و new favorite ايضا تكتب بهذا الطريقة معناتها الجملة برنامجي المفضل اوكي على التلفاز يعرض اليوم ساعة السادسة إلى هنا ينتهي درس اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ولا تنسون وضع اللايك والاشتراك بالقناة شكرا وإلى اللقاء